هو اللي يختار دنيته هو المخير في اختياره. يا سلام، هو اللي يختار دنيته. نص من النصوص الجميلة ومن أعمال الجميلة جدا جدا. والأغنية بالمناسبة لها ما بعدها كان يعني. نعم. يا ريت تحكي لنا طيب ما بعدها، تدينا خلفية، لأنه احنا بنقف دائما في في طيب النص وفي الأغنية. طيب الأغنية دي كان ممكن ما ترى النور خالص. نعم. نحن بنعمل في الغربة قبل ما يغني الحبيب محمود عبد العزيز مع الأستاذ صديق سرحان. كان معانا في الغربة دي الأستاذ محمد بشير عتيق والأستاذ كباش حسون. بيجوا طوالي، كان الأستاذ عتيق ده بيجي الأستاذ كباش كتير، وبيجونا طوالي بيحضروا معانا الغروبات بتاعت الأغاني، بالذات أغاني الأخ صديق سرحان. والأغنية كانت سؤال في الحب، دي الغروبة بتاعتها. فقالوا لا نحن نعمل اغنيه جديده. هم طلعنا هو اللي اختار دونت وعملنا البروفه. استاذ عتيق حضره. نعم. وبقعد استاذ صديق انه لازم يمشي يجيز صوته للمره الثانيه، لانه هجازه في المره الاولى وما سجل اغنيه. ده شرط كان. كان في ضوابط في الاذاعه. نعم. فقال لي لازم تجيب اغنيه وسجلها حتى بعد كده نعتبر لك اجازه الصوت. شال الاغنيه دي وجا الاذاعه لما قدمها قاموا خط احمر كده تحت، هو اللي اختار دنيته. وكانت اللجنه فيها الاساتذه مبارك المغربي محمد علي ابو قطاطي، الاستاذ صادق الياس، والاستاذ محمد بشير عتي. فاتصل بي الحبيب الاخ الاستاذ محمد نور زعلان جدا، قال لي يا استاذ الشيخ الاغنيه بتاعتك فيها مشكله. وانا شفت عند البش كاتب وقالوا تجي قالوا للجنه. ولما مشيت دخلتها اول واحد شافني الاستاذ عتيق، انت جابك شنو؟ قال قال والله يا استاذ في الاغنيه اللي انت حضرتها بروبتك قالوا فيها مشكله. مين اللي قال؟ امشي جيبها. مشيت جبتها فقال له مارك، قال له انا اجيزت عليهم قبل ما تجيبوا لي هذا. شنو ذا؟ منو الخط الاحمر ده؟ في شنو؟ في شنو يا مبارك؟ قال له ما في حاجه. فاصر هو بنفسه مشي يختم علينا. يا سلام. كل اختار دنيته المخير اختياره ضيعه.